السلام عليكم وتحية لكم أينما كنتم. الناس الخير، نتمنى أنكم تكونوا بصحة جيدة وانتم كتشوفوا هذا الفيديو، ونقول لكم شكرا كلكم على التعليقات ديالكم وعلى الوفاء ديالكم، وشكرا على المتابعة ديالكم، وشكرا على الدعم ديالكم. الله يسعد قلوبكم. الفيديو ديال اليوم غادي يكون مفيد جدا للكبير وللصغير، للرجال وللنساء. هذا الفيديو غادي يكون واحد الجزء منه تكملة الفيديو اللي بديت معكم يوم الخميس، واللي تكلمت لكم على العمل على الخدمة، واللي كنت أدرجت فيه جزئية على العمل في النظافة والعمل في لاكونتين. جاوني بعد التعليقات اللي قالوا لي زيدي قولي لنا أكثر في هذا الأمر. هذا الفيديو غادي ربما كاين أشياء اللي غادي تتفاجئوا منها وتقول واش فعلا كاينين هاد الشيء، بحيث أنه غادي يجبت لكم بعض المعلومات اللي كتخص بالنسبة لهذا العمل ديال لاكونتين بطبيعة الحال، واللي كينقسم على زوج. كتكون الجزئية فيه اللي كتخدم فقط في الكوزينة، يعني في لا ريستوراسيون في الكوزينة، نهضر على المطعم المدرسي، واللي كتكون جزئية فيه مشروكة ما بين أنك دير لونتروتيان، نقولوا حنا النظافة، وأنك تخدم في لاكونتين. بطبيعة الحال موضوع يعني فيديو مهم جدا. والجزئية الثانية اللي غادي انني نقول لكم، قولوا لي واش عمرو دفعتوا شي دوسي ديال لو اف اس ال، يعني لو فون سوليداريتي لوجمون، واش عمرو هاد دفعتوا لهاد المساعدة هذه؟ غادي نقول لكم شنو هي هاد المساعدة، نقول لكم شكون اللي كتعطى، ونقول لكم في الحالات اللي تقدروا انكم تستافدوا منها. بغيت فقط نحل واحد القوس فاش كنتكلم على المساعدة. انا من الناس اللي نبغي فاش نتكلم على المساعدة نبغي انه ربما شي نهار بحال نقولوا حصلتوا وتقولوا اه فوالا كاينه مساعدة، ولكن انا ماشي من الناس اللي مثلا انني كنشجع باش انه الواحد كل ما يعني بحال نقولوا لم يسعى الى اي شيء، ما دارش شي حاجه، ما دارش شي سبب باش ينوض مثلا ويقول لك اه ايوا كاينه هذه المساعده غادي نمشي ناخذها. المهم غنقول لكم يعني انا كيفاش كنفكر، يعني كنعطي المساعدات ولا كنقول المساعدات، بحيث انه بطبيعه الحال هي من حقوق اي واحد ساكن هنايا، وانه الدوله الفرنسيه هي اللي دايرهم ماشي انا اللي دايرهم، ولكن فاش كنعطيهم لكم في القناه بطبيعه الحال يعني بكل قلب ديالي، على اساس انه اذا حصلتوا شي نهار كتقولوا اه تيان فوالا راه كاين واحد المساعده اللي كتسمى كذا كذا كذا، او انكم نتوما تقدروا تنفعوا بها شي واحد. نبداو لا فيديو بالنسبه لاكونتين ونشوفوا كل التساؤلات ديالكم بالنسبه للعمر، بالنسبه واش مقيم، بالنسبه واش عندك الجنسيه، واكثريه هي المزايا اللي تهمكم وتهم وليداتكم واللي ربما غادي تفرحكم. نتمنى انني نكون سبب شي واحد باش انه يلقى خدمه ان شاء الله. بالنسبه للعمل في لاكونتين، اذا كان عندك ديبلوم في لا ريستوراسيون، وغادي نشوفوا اذا ما عندكش ديبلوم، الا عندك ديبلوم في لا ريستوراسيون وبغيت تخدم في لاكونتين، غادي السي في ديالكم غادي تكتبوا اجون دو ريستوراسيون اول حاجه بالنسبه للرجال. بالنسبه للنساء كتكتبي اجونت دو ريستوراسيون بطبيعه الحال باسكو راكي فيمينا. الى انه بغيتي تخدمي فقط في الكوزينه وعندك ديبلوم، اذا خواتاتي خوتي ما عندكمش ديبلوم في لا ريستوراسيون فقط بغيتو انكم تخدموا في لا كونتين، يعني كتقول معليش انا سا مو ديرونج با يعني ما يشكلش ليا مشكل انا ندير شويه ديال النظافه ولا لونتروتيان، ماشي مشكل، هذاك عمل ان سيرفيس غادي ديرو بطبيعه الحال. بالنسبه لهذا الامر هذا غادي ديرو اجون بوليفالون بالنسبه يعني للرجال، واجونت بوليفالونت بالنسبه للنساء. هذا كنقول لكم السي في يعني لو تيتر وشنو تكتبوا فيه الفوق، عاد تبداو ديروا وشنو درتوا ولا وشنو خدمتوا ولا. المهم بالنسبه فاش تدفعوا الناس اللي باغيه تخدم في البريمير والماترنال كيدفعوا في لاميري، حيت جبت لكم هذه المعلومات يعني اكثر وشنو بالنسبه للفيديو اللي بديتو معكم يوم الخميس. بالنسبه للناس اللي باغيه تدفع في الاعدادي يعني دير هذا لو سيرفيس ولا هذه المهنه في الاعدادي كتدفعوا للديبارتمون، والناس اللي باغيه انها تخدم في الثانوي مثلا حنا عندنا هنايا باريس والضواحي كتدفعوا لا ريجيون ايل دو فرانس. هنا عرفنا فين كيمشيو السيفيات. نمشي للنقطه الثانيه، النقطه الثانيه وهو انه بالنسبه لا ريستوراسيون خص يكون عندك يعني ديبلوم باش تخدم غير في ريستوراسيون، بالنسبه انك تشرك لا كونتين يعني تخدم شويه باش انك تسربي لي زيلاف وتعطي لهم الاكل وتهتم يعني الا عندك دي زونطرين تاع لي بلا انك تحضر معاهم وكلش، وانك بلوس دير شويه ديال النظافه ربما لونتروتيان، هادشي كيتسمى اجون بوليفالون. صافي هادي عرفنا النقطه الاولى، عرفنا النقطه الثانيه. بالنسبه للنقطه الثالثه واللي كتهمكم كاباء وامهات، تقولوا لي هاد المهنه هادي اشنو هي المزايا ديالها وكيفاش انه واش خاصكم عليه الجنسيه او لا. اولا تقدر انك واخا ما عندكش الجنسيه الفرنسيه انك تخدم يعني في هاد المهنه.
لكن الجنسية الفرنسية كتلقاوها ضرورية في النهار اللي يبغيو أنهم يردوا لكم سي دي إي، يعني يردوا لكم الكونترا دائما، يعني طول حياتكم تما اللي غادي تحتاجوا الجنسية الفرنسية. أما حاليا إذا ما عندكمش الجنسية الفرنسية، واخا غير أوراق الإقامة بطبيعة الحال، تقدروا أنكم تخدموا بطبيعة الحال، وكيبقى يجدد لكم عقد العمل كل دخول مدرسي، كيجدد لكم عقد العمل. مثلا بديتوا في شهر 9، غادي العقد العمل يكون حتى الصيف، فاش تكمل الدراسة يحبس عقد العمل، ومن بعد كتبدا عاود عقد عمل تاني، هكذا كتمشى. هاد المعلومات اللي جبتهم لكم بطبيعة الحال وكنعطيهم لكم، والله العظيم اللي هما معلومات يعني اللي ماشي اي واحد راه غادي يجي ويقولهم لكم كاملين، ها واشنو كاين ها واشنو كاين، بحيث انه واخا يكون شي واحد خدام في داك المجال ما كيعطيكمش المعلومات كاملة، كيعطي غير واحد جزء، واحد جزئية، المهم كتبقى عنده. اللي بغيت انني نقول لكم بالنسبه للمزايا هما اللي ربما انه يهموكم، فاش تبداو انك تخدموا في هذا العمل بطبيعه الحال بديتي تخدمي، اولا عندك الراتب ديالك، نهضر لكم دابا على المزايا. ثانيا راه غادي تاخدي لا بريم داكتيفيتي، او تاخد لا بريم داكتيفيتي بحيث بديت كتخدم. ثالثا انهم عندكم وليدات، كل ابن ديالكم تقريبا غادي تخلصوا عليه، المهم على حسب ما سولت هنايا بالنسبه لا ريجيون ديالنا، يعني نتاع 80 اورو للطفل، هذه 80 اورو للطفل. كذلك انه بالنسبه فاش من هاد المزايا هذه، فاش كيوصل راس السنه يعني لو مواد ديسمبر، كيعطيوكم شيكات اللي هما تشريو بهم حويجات ولا المهم شي حاجه ليكم ولوليداتكم بطبيعه الحال. نعطيكم فقط مثال، اذا كان شخص واحد هو اللي يعني ما عنده لا اسره لا عائله لا والو، غير بوحدو خدام مثلا معاهم، نمثل لكم مثلا هاد الشخص هذا بطبيعه الحال كيعطيو غير هو بوحدو 60 اورو ديال الشاك في شهر 12. هادشي كنقولوا حنايا هادشي بلا داكشي اللي كتاخذوا منهم على مثلا على الوليدات نتاعكم ولا على لا بريم داكتيفيتي، يعني هادشي. كذلك فاش يوصل شهر 12 كيعطيو لكم واحد لو تيكي اللي هو باطل مجانا، تمشيو نتوما وليداتكم لديزني لاند. انا كنقول لكم هاد المعلومات اللي جبت بالنسبه لا ريجيون ايل دو فرانس. كل واحد فيكم دابا في اي منطقه في فرنسا راه غادي يمشي يسول سواء في الديبارتمون ولا يسول في لا ميري، ولا شكون اللي كيقبل باش انهم فين ما بغيت تخدم انت، يعني بغيت تخدم في الاعدادي ولا الثانوي ولا الماتيرنال، نتوما دابا غادي تمشيو وغادي تسولو. انا بغيت نخدم في الماتيرنال في لا ميري، غادي يقول لك وي كاينه هنا او لا لا ماشي هنايا، ها فين غادي تمشي. صافي تفاهمنا، المهم عطيت لكم المزايا منها، المزايا من هذا الشيء. كذلك انه المشغل ديالكم كيدير ليكم فورماسيون، بمعنى وحده تقول لك انا دابا راني خدامه في هذا الشيء ديال المهم لا كونتين، ولكن باغيه ندير شي فورماسيون. لا ريجيون كذلك كتقترح عليكم مجموعه ديال لي فورماسيون اللي ديروهم معاهم، يعني المشغل ديالك هو بداتو يدير لك فورماسيون وانت يا خالصه الشهر ديالك بحال اللي راكي خدمتي هذوك الايام ديال الفورماسيون. كذلك من بين المزايا وهي اللي كتفرحكم، وهو انه فاش تكونوا عطله مدرسيه، حتى انت راكي عطله، الام او الاب حتى انت راك عطله، ومام تراك تستغلوا العطله مع وليداتكم حتى الا بغيتوا تسافروا مع وليداتكم، وكذلك كيكون عندكم السالير اللي هو يعني كيدخل لكم كامل بطبيعه الحال، باش ما نكونش نسيت لكم شي حاجه بالنسبه للمزايا اللي بغيت نهضر عليها. هادو هما المزايا، وكاينه واحد المزيه اللي هي يعني ما عرفتش نقولها ولا ما نقولهاش، المهم بالنسبه انه فاش تخدموا واحد الشهور نقدر نقول لكم حتى لسنه معاهم بطبيعه الحال، تقدموا دوسي اذا بغيتوا انكم تاخذوا دار، بمعنى انكم باغيين يعني خاصكم سكن طبيعه الحال، وفاش يكونوا عندكم الوليدات وكلش يعني الدوسي يعني كيتريتو لو دوسي على انه نتوما خدامين معاهم في الليسي في لا ريجيون ايتو، خاصكم واحد الدار طبيعه الحال. المهم جبت لكم هذه المعلومات اللي فعلا فعلا هما معلومات مهمين جدا بالنسبه للسن، اي واحد يقدر انه يدخل ويخدم هذه الخدمه، المهم تكون عندك شويه نتاع التجربه على الاقل، باش من يديروا معاك ان اونتروتيان دومبوش يعني الحوار ديال العمل، يكون عندكم بعدا على الاقل وشنو غادي تقولوا، مثلا خدمت في هذه ولا خدمت في هذه، حتى واذا كانوا عندكم دي زيكسبيريونس في البلاد قولوا خدمت في هذه خدمت في هذه، وخاصكم تعرفوا الطريقه باش تجاوبوا وتبينوا على انهم نتوما راكم موتيفي، نتوما ناس اللي باغيين تخدموا، نتوما ناس اللي باغيين تحسوا على انكم كما نقولوا حنايا فوزات اوتيل، يعني انه عندكم شي فايده في هاد لافي، فوزات اوتيل يعني باغيين ديروا شي حاجه وباغيين تخدموا شي حاجه. المهم راه بعض المرات واخا كيكون بنادم عنده كل شيء، اذا كانت طريقته في الهضره اللي كتبين على انه معجاز ولا كسلان ولا ما يهموش راه ما كيتقبلش.
كذلك وشنو بغيت انني نقول لكم بالنسبه على انه كاينين وهكذا باش نمشي لكم الجزئيه الثانيه بالنسبه لهذيك المساعده ديال لو اف اس ال. بالنسبه بغيت نقول لكم على انه الناس اللي باغيين يديروا دي فورماسيون باش يخدموا خدمات اخرين يعني من غير هذا الشهاده بطبيعه الحال، كاينين الناس اللي يقول لك على انه حاليا انا خاصني مدخول باش نخلص الدار باش نخلص هذه باش عندي لاسيرونس عندي الطوموبيله عندي مثلا وليدات. كاين بعض المرات اللي كاين الناس اللي كياخذوا هاد المهنه غير واحد المرحله في حياتهم، يقول لك من هنا على عامين ولا تكون عندي على الاقل الشوماج ديالي يكون عندي الشوماج ديالي او ميم طون ندير فورماسيون مع بولون بلوا انني يكون واحد ديبلوم وانني نخدم، يعني كياخذوها كمرحله في لافي ديالهم. جبت لكم هذا الفيديو هذا عطيت لكم معلومات مهمه وقلت لكم على انه هوا شنو لكل حاجه فين كتمشي السي في ديالها، وعطيت لكم بطبيعه العلم بطبيعه الحال معلومات مهمه بالنسبه اللي خدموا في الليسي، وهذا الشيء المعلومات اللي مشيت انني يعني جبتهم بالنسبه عن طريق لا ريجيون ايل دو فرانس. حاجه اخرى اللي بغيت انني نقولها لكم، اللي بغى يخدم في لا كونتين في لا في سكولير، بمعنى لا في سكولير هما هذوك البيرو اللي كتصلوا بهم فاش يكونوا وليداتكم اون روتار ولا انكم تصلوا بهم باش تسولوا على لو بروف ديال وليداتكم شكون هو، هذاك لو سيرفيس نتاع لا في سكولير بطبيعه الحال غادي ديروا جوج نتاع السي في، واحد السي في كتصيفطيوه للريكتورا نتاع الجهه اللي ساكن فيها، بين كنقولوا لو ريكتورا يعني بحال نقولوا الاكاديميه، نمثل لك مثلا انت ساكنه في تولوز غادي ديري لو ريكتورا دو تولوز وتعطيك الادريس ديالها وتصيفطي لهم بلي انك بغيتي تخدمي في لافي سكولير مع الوليدات. اما كذلك يمشي سي في اخر للشيف ديتابليسمون، يعني يمشي للبروفيزور اللي هو في هذاك المدرسه ولا هذيك المؤسسه اللي راكي شفتيها مثلا تقولي اه تيان بغيت نخدم مثلا في هذه المدرسه هذه نخدم في لافي سكولير. سي هذه فقط من المعلومات، نتمنى هذا الفيديو يفيدكم ونتمنى انكم يعني نتمنى انكم فعلا تبارطاجيوه كل وحده فينا نظن انها عندها البنات اللي كتعرفهم ساكنين هنا في فرنسا تبارطاجيوه هكذا اون ميم طون كتساعدوا الفيديو ديالي باش يتشافوا حتى انا نفرح نقول فوالا شوفوا فوالا كنوجد وكنكتب وكلش وكنحس انني نلقى واحد التشجيع. المهم نمشي درك بالنسبه للمساعده ديال لو اف اس ال، هاد لو فون سوسيال دو لوجمون هذا كتعطى. شوفوا هاد لو فون سوسيال دو لوجمون اما تقدروا ديروا يعني من عندكم تبداو ديروا هاد لي ديمارش او انكم تفوتوا عن طريق اسيسون سوسيال. نقول لكم لو دوسي كيتجاب وكيتعطى تقدروا لاكاف بالنسبه للناس اللي مسجله في لاكاف، كذلك لو دوسي كيتجاب او كيتعطى يعني تقدروا تيليشارجيوه بطبيعه الحال بانترنت او لا كتجيبوه من لو ام اس ا، هما الناس اللي خدامين في القطاع الفلاحي ومسجلين في لاماسا، وكذلك انكم تمشيو عند اسيستون سوسيال ديريكتومون وهي دير معكم اذا كنتو ما قادرينش. كل مره كندير فيديو كنقول لكم فاش كنقول لكم شي معلومه تقدروا ديروا بوز لا فيديو خذوا ورقه وستيلو وكتبوا، ماشي بين تمشيو عند لاسيسون سوسيال ولا مين تمشيو لاكاف ولا لو ميسا تكونوا عارفين تقولها مثلا انا بغيت لو دوسي ديال لو اف اس ال تو دوسمون ان جي تو دوسمون نورمالمون هي غادي تعرف باللي لو فون سوسيال دو لوجمون صاي فهمتوا هاد لو اف اس ال بطبيعه الحال. اذا كنتم متاخرين في الخلاص ديال الكريه وما عندكمش فعلا هذا كيكون دوسي للاشخاص اللي هما فعلا محتاجين هاد الشيء، كتكون عندك الكريه ما مخلصاش او كيكون عندك تاخر في الكريه بطبيعه الحال او انك خلصت واحد الجزء راك ما قادرلوش فعلا او انك باغي تدخل لواحد السكن وما عندكش التسبيق او انك ما مخلصش الغاز او انك ما مخلصش الضوء، يعني الناس اللي عندهم دي شارج وباغيين انهم يخلصوا ولكن ما قادرينش يديروا هاد لو دوسي ديال لو اف اس ال. هاد لو دوسي ديال لو اف اس ال بطبيعه الحال كيكون على حسب لا زون نتاع كل ديبارتمون، يعني كل ديبارتمون وكيفاش كتقيم بشحال القدر اللي تقدر انها تعاون به، راه ماشي كاع بحال بحال، ولكن الرئيس ديال الجهه هو اللي كنقولوا هو اللي كيفاليدي يقول فوالا غادي نعاونوا هاد الاسره بهاد لو دوسي ديال لو اف اس ال. حاجه اخرى انني وقيله بغيت نقولها لكم بالنسبه لهذا لو دوسي ديال لو اف اس ال، وي كيشوفوا لكم طبيعه الحال على حسب المدخول ديالكم غادي يطلبوا منكم طبيعه الحال ورقات. اذا فيكم ناس اللي ما عمروا يعني بحال نقولوا ماشي ما عمروا يعني يقدر يكون فيكم ناس غير ايبرجين عند ناس اخرين يقول لك انا اصلا حاليا ما عنديش النيميرو ديال لاكاف، نقول لك رغم ذلك جيب لو دوسي والخانه اللي فيها انك تعمر
لو نيميرو ديال لاكاف غادي تخليها خاويه. اون فوا تخليها خاويه هما يعرفوا باللي انك شخص عاد مازال ما عندكش ان لوجمون باش يكون عندك واحد لو نيميرو ديال لاكاف. نتمنى انه هاد لا فيديو هذا يتشاف، ونتمنى انه هاد المجهودات هذه يعني استفدتوا منها. ونقول لكم ان شاء الله نشوفكم فيديو قادم ان شاء الله. اذا بغيت نواصل معكم في هذه المواضيع ديال العمل بطبيعه الحال نقدر نواصل معكم، نقدر انني يعني نعطي نتلاقى شويه ديال الوقت نبحث لكم في حاجه ونجي كذلك انني نقولها لكم. شكرا لكم دائما على الدعم ديالكم وعلى الثقه ديالكم، ونشوفكم ان شاء الله فيديو قادم، والسلام عليكم.